Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What is Muki? Ana nabadri shawa anta. Ana Boniface Valerina. كيف حالك؟ أنا بخير وأنت؟ بخير جدا. أنا تسكن؟ أنا تسكن في تمن كينفيشر وأنت؟ أنا تسكن في تمن كينفيشر أيضا. مهمتك تبدو كبيرة جدا يا باتريشا. نعم مهمتي كثيرة. حسنا، ما هي المهام التي تحتاج إلى القيام بها؟ مهمتي هي أنني بحاجة لإنشاء آلة حاسبة. مهمتك؟ مهمتي إكمال مهمة اللغة العربية. حسنا. أنت مجتهد. شكرا. عفوا. ممتاز يا باتريشا. هل تشاهد دياما الليلة؟ نعم. أنا دائما مستيقظا الليل. يجب أن تحسو. ألا كيسك من النوم؟ حسنا يا بني الناس. لدي شيء ذهب أو لا؟ تفضل. مع السلامة. إلى اللقاء. مع السلامة. إلى اللقاء يا كم كتاباً قرأت هذا اليوم؟ وأنت كتاباني فقر العربية والعربية الإسلامية. هل بإمكانك أن تساعدني في بحث من عجين العربية والعربية؟ نعم، بكرة سريراً تفضل. أريد أن أجمع ما عجلة التي تتعلق بموضوع عملي في الأول. لقد أتمنى لك مسرور بهذه المجيمة وإلى الكوفي. مع السلامة. مع السلامة. موجوع قلبي والتعبية. مرحبا بالجميع. اليوم لي وصل فرحانيشا سوف يزورين الحوض والمتحف البحرية للأمهات. يقعي الحوض والمتحف البحري أمام مارينا مقهى. دا كنت طالبا جامعات ماليزيا سابا ثم ستحتاج بتاخد متريك لدخول هذا المتحف. إذا لم تكن طالبة، فسوف تحتاج إلى دفع للدخول إلى هذا المتحف.
ساعات عمل حوض والمتاحف بحري هي من ساعة تاسعة في الصباح حتى الساعة رابعة ونصف في المساء من اثنين إلى الخميس والسبت من ساعة تاسعة في الصباح حتى ساعة واحدة ونصف في المساء يوم الجمعة وتغلق يوم الأحد. هذا هو المدخل الرئيسي للمتحف. لنذهب إلى الداخل. ويوجد في هذا المتحف معرض للحفريات الحوضية والسلحفاات. إلى جنوب ذلك يحتوي هذا المتحف على مسرح صغير. وهناك أيضا اثنين من الحوض الكبير في هذا المتحف. هناك أيضا معرض المهرجان بهذا المتحف. يمكن للزوار التقاط صورة المقدمة في المتحف.